بتاعتنا النهاردة قصة شاب، والشاب ده يعني أنا فوجئت والده ووالدته جايين. هو الحمد لله دكتورة تعافى وراح مصحة والحمد لله، يعني ربنا عافاه، وإحنا عايزين نتابع معاه سلوكيات. طيب حصل يا ابني إيه كده؟ قال يطلعوا بره. أول حاجة أول ما قال كده أول كده أبويا وأمي يطلعوا بره، عرفت على طول. رجع تاني بس لسه مش قايل لهم، بيقول لي بس انا خايف عليهم من الخضه. طب رجعت تاني ليه؟ حاجات كتيره كتيره. قبل ما اقول لما يبقى شاب وصيدله وحكيت لكم القصه دي، لان القصه دي شفتها قدامي قاعد بيكلمني وحاطط ايده كده، حاطط ايده كده زي على الخد كده بيكلمني كده، اه يا دكتوره كذا. ليه؟ عشان لو شال ايده بيقع، فكه واقع مش ماسكه مش متحكم فيه. قلت له انت ايه ده؟ عرفت على طول. فالفكرة انه ما بيبقوش واخدين بالهم. تعالوا النهاردة نشوف ايه الاسباب، هو ليه الشباب بيتعاطوا، ويا ريت الشباب يجي يسمعوني ويشوفوا حاجة. احنا نقول النهاردة تقريبا 11 سبب، باين مش عارفة 11 ولا 12 انتوا حظكم يعني، لكن انت في حاجة من الحاجات دي بتقولها. بس قبل ما اقول لكم الكلام ده، انا عايز اسأل الاب والام، هو انتوا عارفين امتى حصل الكلام ده لابنكم؟ يا كل اب بيسمعني وقاعد دلوقتي وبيسمعني حلقه المخدرات للشباب، انت عارف امتى ابنك ابتدى يتعاطى؟ ما تجاوبنيش، جاوب على نفسك. تعالوا نشوف ليه ممكن شاب يفكر ان هو يخوض الطريق ده، مع ان يعني معمول عليه طبعا يعني وعي كتير كتير كتير، بس الوعي الكتير ده قبله ايه؟ عارفين اقول ايه؟ بس يعني غس زبد كتير، العكس كانه ده طبيعي. هو انا بعمل حاجه؟ ده انا بشرب حشيش بس يعني عادي، ده هي السيجاره مش عارفه ايه، او هي اللفه ولا الورقه ولا الدنيا هيصه كتير كبيره. عايز احكي لكم اول مره شفت الحاجات دي شفتها فيه اتخضيت اصلا. لكن لو اب وام مش عارفين، لا اقعد اسمع الحلقه دي. في اسباب ايه اللي ممكن يخلي الشاب ياخد يشرب مخدرات، بقى بقى الانواع بقى، الحقن بقى والماكس ولا البتاع ولا السطرين ولا الدنيا الهيصه اللي بتحصل دي كلها. اول حاجه مفيش منابع تربويه ولا وازع ديني، مفيش. هو مش هو شايف الناس كلها كده، هو شايف اللي بيتجوز جديد يقول لك ده دي العيديه بتاعته، عيد جاي برضو دي العيدية، برضو ده وقفة صباح عيد برضو دي العيدية، خميس وجمعة برضو نفس الكلام. كأنها بقت إيه يعني وعي مجتمعي أو ثقافة منتشرة كده، ومش في بلد معينة، في جميع البلاد. نسأل الله العفو والعافية، قولوا أمين. فما فيش حد بيسمعك حرام يا ابني، يا ابني الله سبحانه وتعالى يحاسبك يا ابني، يعني تسأل يا ابني، كل من خمر العقل يا ابني هو ده حرام حرام، وتخش في تحت بند الخم، تخط تحت بند التحريم وهكذا. ما في ما بتغيب العقل، عايش حياته، فين انا عامل دماغ، فين انا عامل دماغ وعايش في بيس مع نفسي والخمس هرمونات السعاده مفروزين.